اليوم غدير بتعلمنا نسوي ورق العنب واخيرا. طبعا دائما اقول لكم ان غدير وايد ورق عنب لذيذ. فاول شيء غدور قولي لنا عن مكونات الحشوه. الحشوه شوفوا خل انا اعطيكم مقدار بطل واحد. ها اوكي بطل واحد اللي هو مال ورق العنب. ورق العنب اوكي تقريبا كوب ونص عيش المصري السن وايت. السن وايت. بعدين حبتين طماط صغار صغار صغار. اي بعدين شده بقدونس. شده بقدونس اوكي. تقريبا هم حبتين بصل. اوكي نفس الشيء شيء مفروم صغير. ايوه كل شيء صغار صغار صغار. بعدين ثوم كم فصة يعني هذه كاملة. اوكي مفرومة كاملة. بعد مفرومة. إيه اوكي اوكي. قلاص كبير ليمون. قلاص كبير زيت زيتون. بهارات مشكلة شوية. اي نوع؟ اي نوع. فلفل اسود وكمون شوي بس. بس ونخلطه كله مع بعض. نخلط كله مع بعض. يا سلام الحين اكتب لكم المقادير. انا احس ورق العنب مو بصعوبة مكوناته كثر ما انه ياخذ وقت ولا تكنيك باللف وبالطبخ. صح انه لازم يتم في وقت طويل. الطبخ ياخذ له ساعتين تقريبا. اوكي اللف ياخذ له ساعة اذا انت متمرسة. انا بتشوف التمرس الحين. يعني اقل بعد عرفتي في ناس يحبون الورق كذي كامل. اي نفس الحجم. اي لا يحبون ورق العنب النتفة. إيه؟ معناه أقصة بالنص. بالنص بس. واي. أنا ما أحب النتفة لأن أحس إنه ما قاعدة أستلق فيه. أحس يأخذ وقت بعد. صح هو يأخذ وقت وما تستلق فيه. يعني ما في لذة. حطينا شوية من الحشوة. أيوة كده في النص. دير بالكم الحشوة لا تصير وايد. إذا وايد العيش طبعا تشري عادي بس لما يطبخ يطبخ. يفرش. إذا تفخ فرش تبطلت. يلا في تكنيكين. في تكنيكين الحين بعلمكم تكنيك واحد. وبعدين بعلمكم تكنيك الثاني. يلا بسم الله. شوف اول واحد. شوفوا شنو الاسهل حقكم. اطبق هذيله كذي على بعض. اوكي والف هون ليدني. اوكي بعدين يمين يسار يسار واسبح. ها ها لا يمكن لا يمكن اسوي انا لا يمكن. هاي اول تكنيك. الله على التكنيك. خل اعطيكم الثاني. يلا التكنيك الثاني. انزين بشوف غدير الحين في هذا الجهاز اللي لفه. لا لا ما ينفع عدل. ما حلو ما فيه طعم والله. عشان كذي ورق العنب يصير ما في روح. والله صدق ترى ورق العنب يحس. يحس ها؟ طبعا. شلون يحس يعني؟ يعني الطبخ كله يحس فيه. شوف ايده شوف نفسك. الله هذا كلام كبير. احط بجهاز ما في طعم والله جربي. راح اجربه تغجو؟ زين اي. لا لا. ما حبيته. راح اجربه لك شوفي ايش رايك مره؟ اسوي لك النوعين راح اسوي جدر صغير هذا وجدر هذا. قولي لي ايه الاحلى واطعمك. اوكي. سبحان الله غدير تقول صدق الطباخ يحس بال بال بالهذا بالشخص. تدرين والله يقول لك حتى اذا انت زعلانه وما لك خلق تطبخين ما يطلع حلو الاكل. ما يطلع حلو الاكل. سلام. احنا شفنا التكنيك هذاك اللي ايه. كان كذي ها صح. الحين الثاني خل اوريكم الثاني. الثاني اخذ يمين يسار اوكي ايوه العكس يعني العكس. يمكن هذا وايد اسهل من هذاك ترى. ويعطي نفس النتيجه. نفس النتيجه. ايوه طبعا. اوكي يا جامد. يا جامد انت يا جامد. وبس وهذه العمليه تكررونها ليه تخلصون كل العيش مالكم. كل العيش مالكم. وبعدين شو تسوون؟ قبل شو تسوون انت قايله معلومه وايد مهمه. شنو نوع الورق؟ صح نوع الورق. انا شوفه في فترة من فترات كنت استخدم ورق
بس هذاك طلع يتنتف يتنتف. فالحين استخدم امريكانا ان شاء الله ما قطيت البطل، راح اوريكم اياه. راح اوريكم اياه وايد. اي لان ساعات تيجي الورقه ناشفه تتعلج تتعلج وايد. اللي غدير تسوي يذوب، فاعتقد هذا نوع الورق. نوع الورق مهم وايد نوع أوكي. الورق. يا بنات يا سيدات يا شيفات، الغدير اللي غدير استخدمه امريكانا. امريكانا اذكر امس يوم رحنا الجمعيه كان مكتوب عليه فاخر. إيه؟ ورق عنب فاخر. اي هذا فعلا فاخر. اي 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 ولذيذ ولذيذ فعلا. وبس كرروا هالعملية الى ان تخلصون؟ تخلصون. بعدين نوريكم شنو راح نسوي. بعدين نوريكم شنو راح. هذا هو ورق العنب كابتشرو، هو اللي غدير تستخدمه وفعلا لذيذ 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 لذيذ. بس صففتي بطاط؟ اول شيء نصفف بطاط تحت. اوكي. في ناس بعد تحط ريش لحم. اي الله. او ضلوع. أيه. وايد لذيذ يطلع يمن. صح. انزين بعدين نصفف ورق العنب. بعد ما خلص تصفيفه احط شذي صحن كامل. أيه. اغطي فيه. اي بعدين عشان ما يفتش. عشان ما يفن. بعدين احط ماي. ماي عادي؟ ماي عادي لحد يعني اخر ورقة. أيه. تكون مغطية الورقة. مغطية الورقة. اخليه لما يغلي. بس يغلي الماي. ازيده جلاس ونص او جلاسين ليمون. جلاسين ليمون مع جلاس ونص زيت زيتون. اوكي. اصبه وخلاص واسكر. نسكر عليه. نسكر عليه نخليه يطبخ ساعتين بس. بهالشاله راح يطبخ يومين. يومين لان الغاز. لان الغاز وايد كهرباء. ايه ما عليه. واطالبك راس جدر اللي انت كسرتي. اللي انا كسرت. اللي انت كسرتي طالبيني فيه. ما علي بلش عاد لازم اخذ مقاسات الجدر عشان اجيب لك نفسه. واهم شيء جدر غدور همن في فراشات. ايه في بابوه.